الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبة المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بكم مرة أخرى في قناة مستر يسري عزت لشرح وتبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله النهاردة هنتناول قاعدة من القواعد المهمة جدا في منهج اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، وهذه القاعدة عنوانها ديستريبيوتيفز. ديستريبيوتيفز اللي هي المعنى الحرفي ليها الإفراد، أو أدوات الإفراد، أو كلمات تستخدم ل توضيح الافراد، او ان شاء الله الجمع. ده هنشوف طبعا الديستريبيوتيفز الافراد، وهنشوف ان شاء الله الشرح بتاع القاعده دي المفصل باذن الله على 2 فيديو. في الفيديو الاولاني ان شاء الله نتناول بالشرح والتحليل الكلمات all, each, every، وفي الفيديو الثاني ان شاء الله نتناول بالشرح والتحليل الكلمات both, half, either و neither. توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ في الفيديو الأول ونتعامل مع شرح الديستريبيوتيفز ونتناولهم إن شاء الله وهنشوفهم كالآتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ديستريبيوتيفز اللي احنا قلنا المعنى الحرفي ليها الإفراد، أو أدوات تشير إلى الإفراد. في هذا الإطار هنتناول إن شاء الله في الفيديو الأولاني الكلمات all المعنى الحرفي ليها كله، each أيضا المعنى الحرفي ليها كله، و every ايضا المعنى الحرفي ليها كلها. تعال نشوفهم بقى بالشرح والتحليل واحده واحده. نبدا مع all. اول استخدام لقول اللي ياتي بعد all اسم مفرد لا يعد، يبقى لو جايب ورا all اسم مفرد يبقى ما يتعدش. طب لو كان الاسم اللي وراها جمع، لو كان الاسم وراها قبل العدد هتلاقي جمع، لانه بما انه قبل العدد فاذا هنلاقي جمع، وتشير الى المجموعه ككل او بوجه عام. يبقى all تشير الى المجموعه ككل او بوجه عام. بقول all cheese contains protein، كل الجبن اللي هي الجبنه يعني تحتوي على ماده البروتين. كلمه cheese كلمه لا تعد جايه ورا all فخلاص مفرد. انما لو قلت I like all apples، انا احب كل التفاح، طبعا ان هو كلمه apples كلمه قابله للعدد وعلى ذلك جاءت في شكل الجمع. الاستخدام الثاني لقول الفعل بعد all خلي بالك ممكن يكون مفرد وممكن يكون جمع، على حسب ايه؟ على حسب الاسم اللي انت جايبه بعدها. انت حضرتك جايب اسم مفرد يبقى الفعل مفرد، جايب اسم جمع يبقى الفعل بتاعك جمع. زي all his money was stolen، كلمة money هنا كلمة، الكلمة نفسها كلمة money كلمة غير قابلة للعدد، يبقى جنس المال غير قابل للعدد هي كلمة money. انما دولار يتعد، pound يتعد، sterling يتعد، يورو يتعد، كل العملات كل عملة على حدة تتعد، لكن كلمة money كلمة غير قابلة للعدد. money all his money was stolen، كل الفلوس بتاعته سرقت. هنا هو money كلمة غير قابلة للعدد، بناء عليه رحنا جبنا وراها فعل يناسب المفرد. so all his friends were helping him، ولذلك كل أصدقائه كانوا بيساعدوه. عندك هنا هو كلمة friends كلمة قابلة للعدد وهي جمع، وبالتالي الفعل جاي معاها وير جمع. نشوف استخدام رقم 3 لي all. قال لي إذا جاءت ذا أو صفة ملكية أو صفة إشارة بعد all، في الحالة دي تقدر تحط بينهم حرف الجر of، وهنا لازم تكون تشير إلى اسم محدد. مثال all of the birds flew away، هنا أنا جايب بعد all جايب ذا، مين اللي اتحشر بينهم؟ اتحشر بينهم of، معناها بالعربي كل الطيور. اللي بعدها I have used up all of our eggs، أنا استخدمت كل البيض الموجود، يبقى جاي هنا هو ورا of جاية ملكية. تمام؟ بعد كده هو where did all of those books come from، من أين تأتي كل هذه الكتب؟ هنا عندي ذوس دي صفة إشارة، وبالتالي زرعت ما بين all وصفة الإشارة ده هي حرف الجر of. النقطة الرابعة، إذا جاء ضمير مفعول بعد all، إذا جاء بعد all ضمير مفعول، في الحالة دي لازم حضرتك تحط بينها وما بين all of، زي دي all of us، أصل ده ضمير مفعول وبالتالي حطيت بينه وما بين all of. all of us are going to Luxor next week، كلنا رايحين الأقصر الأسبوع الجاي. النقطة الخامسة، أو نستخدم ضمير فاعل قبل all فلا نحتاج إلى of، يبقى لو أنت جايب ضمير مفعول بعد all حط of. طب لو جايب ضمير فاعل لا، of مش هتبقى موجودة لأن ضمير الفاعل يسبق all مش هيجي بعدها. أقول we all
We all are going to Luxor next week. نشوف الشريحة التانية اللي احنا جايبين فيها كلمة each والمعنى الحرفي ليها بالعربي كل. ايه بقى استخدامها؟ اللي تستخدم each للإشارة للمجموعة كأفراد كل أو كل على حدة، يعني كل واحد في المجموعة لوحده. عفوا. Each child received a present. كل طفل خد هدية. ده معناه ان كل واحد في الاطفال حضرتك اديته هدية. يبقى مجموعة الاطفال انت اديت لكل واحد فيهم هدية. لاحظ الفرق بالمعنى ما بين الجملتين الاتيتين. ايه الجملتين دول؟ اول واحدة بيقول لك ايه؟ The students line up on the stage and they all sing a song. الاطفال كلهم وقفوا على المسرح وغنوا اغنية. كلهم غنوا اغنية واحدة. كلهم غنوا اغنية واحدة. يبقى they all sing a song. لكن لما اقول the students line up on the stage, the students line up on the stage and they each sing a song. ده معناه ان الاطفال لما وقفوا على المسرح كل واحد فيهم غنى اغنية لوحده. يبقى لما اقول they all sing a song كلهم غنوا يبقى اغنية واحدة. They each sing a song كل واحد فيهم غنى اغنية غير التاني. يأتي بعد each اسم مفرد يعد. يبقى اللي يجي بعد each اسم مفرد يعد. انما each of يجي بعدها اسم جمع او ضمير جمع. تعال نشوف. each member كلمة member قابلة للعدد وهي جاية مفرد. وجاية ورا each. each member of the team plays. يبقى الفعل بتاعها plays مفرد معاه. طيب ماشي. لكن لما قلت each of their parents يبقى هنا هو each of جا وراها their ضمير جمع وجا وراها parents ودي برضو اسم جمع. شوف اللي بعدها. الفعل دائما مفرد بعد each او each of. يبقى each او each of الفعل جاي وراها مفرد. each student has to hand the homework in time. each student عند كل طالب لازم يقدم الواجب بتاعه لوحده. each of my brothers اللي هم جمع ايه wants his own car. يبقى الفعل مع each او each of في جميع الحالات بيكون مفرد. مفرد بيقول ياتي بعد each فعل جمع اذا جاء قبلها ضمير فاعل جمع. يبقى من شويه انا لسه بقول ان الفعل دايما بعد each او each of مفرد. الله يا مستر يوسف انت رجعت في كلامك ولا ايه؟ ما جاي تقول لنا ان ممكن يجي بعد each فعل جمع. هنا في شرط ان يكون قبلها ضمير فاعل جمع مش اسم جمع. ضمير فاعل جمع مش اسم جمع يعني they. هتقولي طب ما they تساوي brothers. اقول لك صحيح say تساوي brothers كبديل ليها، لكن لما تكون دي موجوده لوحدها brothers ليها مع each استخدام، ولما اجيب they ليها مع each استخدام. brothers مع each اجيب وراها فعل مفرد wants، لكن they مع each اجيب وراها الفعل في صيغه الجمع they each tell a story. ما قدرتش اضيف له اس علشان الجمله فيه المضارع. نروح للشريحه الثالثه اللي فيها كلمه every وبرضه بالعربي معناها كل. تستخدم every الاشاره الى افراد المجموعه معا على بعض. تمام؟ من شويه كنا بنقول ايه؟ each بتجيب كل واحد لوحده. لا دي بتجيب المجموعه كلها على بعضها. مثال I gave every plant some water. انا اديت كل نبات بعض الماء. ده معناه ان انت لما جيت تسقي النبات الحوض اللي فيه النبات كل النبات شرب، يبقى المجموعه كلها اتسقت ميه، مش مسكت كل نبته لوحدها وسقيتها. ياتي بعد every اسم مفرد يعد والفعل معاها دايما مفرد. يبقى every يجي وراها اسم مفرد يعد. تمام؟ والفعل معاها دايما ايه؟ دايما مفرد. every car ادي كلمه car قابله للعدد وجايه مفرد. ماشي؟ in the city causes الفعل برضو جاي مفرد مع الفاعل المفرد. لا نستخدم of the بعد every، يعني ما ينفعش اقول every of the. غلط. لكن من شويه احنا كنا بنقول ايه؟ each of. تمام؟ خلاص؟ وكنا بنقول ايه؟ all the students او all of the students او all of the children. لكن مع every ما اقدرش اقول all of او all the، يعني ما ينفعش لا ده ولا ينفع مع ده. مع every ما اقدرش اقول every of the ولا every the ولا every of، كله ده ما ينفعش. وكمان لا ياتي معها ابدا اسم جمع.
يبقى every على طول مفرد. I enjoy every minute. ما تقوليش every of the minutes ولا every minutes ولا every the minutes، كله ده غلط، كله ده غلط. يبقى لازم ورا every يكون الاسم، يعني ملحوظة هامة جدا خد بالك منها. عايزين نفرق ما بين الثلاث كلمات اللي احنا نستخدمهم. احنا خدنا both، في كلمه سوري كلمه both لسه هناخدها ان شاء الله بعد شويه في الفيديو اللي جاي. خدنا دلوقتي كلمه each وخدنا كلمه every. طب ما عايزين نفرق ما بين الثلاث كلمات دول، لان ممكن حد يخلط بينهم. تمام، كلمه both معناها كلا، ودي بتشير لمجموعه من اثنين فقط. each معناها بالعربي كله، والمجموعه بتاعتها اثنين او اكتر، انما every مجموعتها لازم تكون اكتر بقى من اثنين. يبقى each ممكن تكون اثنين ممكن تكون اكتر، لكن every لا اكتر من اثنين. زي I gave both my parents a present، انا اعطيت كلا والدي. الواحد ملوش غير اب وام، تمام، فدول ايه؟ كلا. تمام، يبقى دي مجموعه من اثنين. I gave each of my three brothers a card، مش محتاج اشرح اهي، three يبقى اكتر من اثنين. تمام، طيب لما نقول every player must attend the training sessions for the next match، كل لاعب، يبقى ده معناه ايه؟ كل لعيبه الفريق بتعامل معاهم كلهم ككتله. وهنا ان شاء الله نكون انتهينا من الجزء الاولاني من شرح الديستريبيوتيفز، واللي احنا قلنا عليها ادوات الافراد. تناولنا في الجزء ده all each every، وان شاء الله الى لقاء اخر في الفيديو القادم باذن الله اللي هنتناول فيه باقي الديستريبيوتيفز، وهنتناول فيه ان شاء الله both half either و neither. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مستر الأستاذ عزت، والسلام.